السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل وشرح كتاب المدرسة 2024، بداية من بيج 32-32. نبدأ بسم الله. Lesson 4 Writing، الكتابة. Sports Biography، يعني سيرة ذاتية رياضية. في نمبر 1 بيقول لي Work with a partner، يعني اعمل مع زميل أو شريك. Who do you think، من في اعتقادك أو من برأيك، the woman، المرأة، in the photo، اللي في الصورة، إذ تكون، طبعا هداية ملاك. نمبر، طبعا السؤال الثاني بيقول لي what sport، ما هي الرياضة does she play، التي طبعا تلعبها، يبقى عندي تايكوندو. في نمبر 2 read and check your answers to exercise 1، اقرأ وكمان تأكد من إجابتك في التدريب أو تمرين نمبر 1. نبدأ الأول، عندي الفقرة الأولى بيقول لي هداية ملاك إذ a famous Egyptian taekwondo player، يعني هداية ملاك هي لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة. She is one of two people who carried the Egyptian flag at the طبعا Tokyo Olympic Games in 2021. This is amazing، يعني هداية ملاك دي لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة، واحدة من الشخصين الذين قاموا برفع علم المصري في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، وهذا يكون مدهش. نمبر 2 هداية was born in April 21 1993، وكمان هداية ملاك برضو ولدت في 21 إبريل 1993. She began practicing taekwondo at the age of 7، وكمان بدأت ممارسة التايكوندو في سن السابعة، وكمان and won many prizes at the age of 14، وكمان فازت بالعديد من الجوائز في سن الرابعة عشر. كمان بيقول لي هداية ملاك she won عذرا the bronze medal at the Rio Olympics in 2016، وفازت بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016. She also won، وكمان فازت. She won أو she also won، فازت أيضا كمان بالA bronze medal in Tokyo in 2021، وفازت بالميدالية البرونزية في طوكيو 2021. الباراجراف الثالث بيقول لي هداية ملاك، يعني هداية is a very kind person، هداية ده بتكون شخصية لطيفة جدا. In 2016 she helped a Moroccan athlete with special needs، قامت بمساعدة شخصية رياضية مغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، راجا جرماش، اللي هي رجاء جرماش، تدعى رجاء جرماش. had no one to compete against، يعني ان لم يكن لدى رجاء احد لتتنافس ضده. يبقى هنا راجا had no one to compete عذرا against، compete معناه ينافس، against يعني ضد، يعني لم يكن لرجاء أحد لتتنافس ضده. So لذلك هداية became her competitor، لذلك طبعا أصبحت هداية منافستها. and lost، وخسرت. راجا could therefore won the gold medal and it was a very special moment for her، لذا استطاعت رجاء الفوز بالميدالية الذهبية، وكانت اللحظة مميزة طبعا بالنسبة لها، moment for her. number 4 الباراجراف الرابع what does هداية do now، ماذا تفعل هداية الآن. she is practicing hard، كمان إنها تتدرب بجد. she really حقا wants to win a gold medal، هي تريد أن تفوز بالميدالية الذهبية. السؤال الأول بقول لي read again and answer the question، بقول لي number 1 what is her sport، ما هي رياضتها، طبعا تايكوندو. number 2 why is she important، لماذا هي مهمة، هنقول طبعا مهمة لأنها طبعا واحدة من اثنين أو من شخصين الذين حملوا علم مصر في طوكيو أولمبيك جيمز. يبقى الإجابة هتكون في الفقرة الأولى، يبقى because she is one of the two people who carried the Egyptian flag at the طبعا طوكيو أولمبيك جيمز، يعني واحدة من الايه؟ واحدة من الشخصين الذين قاموا برفع العلم المصري في دورة الألعاب الأولمبية في 2016 2021 عذرا. السؤال بعد كده في نمبر، عندي في نمبر 3 هو did she help in 2016، من ساعدته في 2016.
طبعا في الفقرة الثالثة بيقول لي طبعا هي في 2016 she helped American athlete، يعني ساعدت لاعبة رياضية with special needs، من ذوي الاحتياجات الخاصة، اسمها رجاء جرماش. السؤال نمبر 4، what does she want for the future، ماذا تريد أو ترغب في المستقبل. طبعا في آخر الفقرة، الفقرة الرابعة، هي بتقول she really wants to win a gold medal، هي حقا تريد أن تفوز بالميدالية الذهبية. نتكلم بعد كده على عناوين. read again and match، وصل the paragraphs، الفقرات من 1 ل 4 to the headings، للعناوين من A ل D. العنوان الأول هيقول لي who is the famous sportist is، يعني من هو الرياضي المشهور، دي نمبر 1. نمبر 2 هيكون عندي عذرا، دي هتبقى نمبر 2. further information about her sport and her prizes، يعني المزيد من المعلومات عن الرياضة التي تمارسها وجوائزها، نمبر 2. هنبقى نمبر 3، something else she is famous for، شيء آخر تشتهر به، something else يعني شيء آخر تشتهر به. هداية ملكة طبعا احنا قلنا ان هي لطيفة والكلام ده كله في نمبر 3، يبقى something else she is famous for يعني شيء آخر تشتهر به هداية ملكة، ده نمبر 3. نمبر 4 عندي هتبقى what هداية will do next، يعني ماذا ستفعل هداية فيما بعد. بعد كده عند بيج 33، 33 تب ملحوظة، رايتنج، كتابة عن سبورتس بايوجرافي، يعني سيرة ذاتية رياضية. نمبر 1، تريديوث ذا بيرسون جيفينج ذير نيم، أول حاجة بتقدم الشخص معطيا اسم. نمبر 2، سي واي ذي ار فيموس اند جيف ديتيلز، تفاصيل اباوت ذير سبورت، كمان قل لماذا هم مشهورين واعطي التفاصيل عن رياضتهم، ليه هم مشهورين وادي تفاصيل اكتر عن ايه، عن الرياضه بتاعتهم. نمبر 4، جيف مور ديتيلز، اعطي تفاصيل اكتر كمان about their success، عن نجاحهم، and why they are interesting، لماذا هم ممتعين or important وكمان مهمين. رابع حاجة في البيوغرافي، say قل what you think could happen next for their career، ماذا يمكن أن يحدث لاحقا في مسيرتهم المهنية، إيه اللي ممكن يحصل لهم فيما إيه في مسيرتهم المهنية، يعني قل ما تعتقد أنه سيحدث لهم في حياتهم العملية أو المهنية فيما بعد. بعد كده في نمبر 5، write notes، اكتب ملاحظاتك for a sports biography، عن رياضة يعني أو سيرة ذاتية رياضية. استخدم phrases العبارات، كمان العبارات ديت من 1 ل 6 to help you، لتساعدك try، تحاول يعني ان انت تستخدم to use the words، كلمات in the box اللي في الصندوق. بديني طبعا بعض العبارات، he يعني هو أو she هي was born on، وطبعا هو أو هي يعني، واكتب طبعا تاريخ الميلاد. نمبر 2، هي هو او شي بيجان، هو بدأ في ممارسة اللعبة في سنة كذا. نمبر 3، هي او شي واز ذا فيرست، هو كان الاول او هي كانت الاول. في نمبر 4 برضو نفس القصة، شي واز، هي كانت، او هو، هو طبعا واز، هو كان، اس مثلا، او از، او هي از، او شي از سكسسفول، كان ناجح، والسبب، سبب نجاحه. سؤال نمبر 5، او طبعا العبارة نمبر 5، هي او شي وان، هي فازت بايه وهو فاز بايه. نمبر 6، هي او شي او also ايضا، او علاوة على ذلك، moreover علاوة على ذلك، او as well as this، يعني بالاضافة الى هذا، هي او شي is بيكون كذا، هي او شي او is، وقول طبعا إضافة إن هو عمل كذا وخلى كذا يعني. بعد كده في نمبر 6 بيديني بعض الكلمات برضو تساعدني إن نكتب سيرة ذاتية. أثليت يعني أثليت، لاعب رياضي. كومبيت ينافس. فيوتشر المستقبل. ميدالز ميداليات. سبورتس رياضة. ترينينج معناها التدريب أو التمرين. بيقول لي رايت يور سبورتس بايوجرافي، اكتب سيرة طبعا ذاتية أو سيرة ذاتية رياضية. In your notebook، في كراستك ودفترك. Find an interesting Egyptian person، اوجد طبعا شخص مصري طبعا شيق أو ممتع. To write، تكتب عنه. From the internet، من الإنترنت. Look
at the sports biography انظر إلى السيرة الذاتية الرياضية in exercise 2 في التدريب أو التمرين الثاني. The writing tip يعني اللي هي عندي التلميح الكتابة أو ملاحظة الكتابة and the useful phrases والعبارات المفيدة النافعة in exercise 5 to help you لتساعدك إن أنت تكتب من 30-40 words من 30 ل 40 كلمة. ابدأ بسم الله كتابة سيرة ذاتية عن محمد صلاح. أول هنقول محمد صلاح is a famous football player. يعني لاعب كرة قدم مشهور. محمد صلاح is a famous football player. لاعب كرة قدم ايه؟ مشهور. حاجة تانية كمان نقول ان هو اتولد في ايه؟ He was born وولد on June في شهر يونيو 15 في 15 بدأ في لعب فوتبول كرة القدم لما كان صغير سن when لما he was كان young صغير السن. He هو is a successful sports person وشخص رياضي ايه ناجح. He is a successful sports person شخص رياضي ناجح. كمان هنقول ان هو برضو اقول السبب ممكن نقول because ليه هو ناجح يعني he لان هو trained تمرن او تدرب a lot يعني كثيرا to win لكي يفوز بالايه awards بالجوائز. كمان also أيضا he also هو أيضا helped ساعد poor people الناس الفقراء in his village في قريته. هنا كتبت كده ايه سيرة ذاتية عن ايه محمد صلاح. انا ممكن برضو نضيف عليها بعض الجمل عادي مفيش مشكلة. هو ممكن نقول he يعني هو one father many بالكثير او العديد prizes الجوائز. كمان ممكن نقول برضو برضو ممكن نقول ان هو اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن كمان نقول ان هو he spends many hours ويقضي الكثير من الساعات في التدريب by training every day كل يوم.